السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلاب في المادة الدراسية العلوم للصف السابع ومراجعة الوحدة الثانية بعنوان الخلايا استكمالا لمراجعات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. أهداف الدرس: في نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أولا يذكر أهمية استخدام المجهر الضوئي، ثانياً يقارن بين تراكيب الخلية النباتية والخلية الحيوانية، ثالثاً يعدد وظائف الخلايا النباتية المتخصصة، رابعاً يشرح خصائص الخلايا الحيوانية المتخصصة، خامساً يذكر أهمية الانتشار والخاصية الأسموزية في الخلايا، سادساً يقارن بين الانتشار والخاصية الأسموزية. عنوان الوحدة هو الخلايا، وسنستذكر معا المجهر الضوئي وأهميته، تركيب الخلايا الحيوانية والنباتية، أوجه التشابه والاختلاف بين الخلايا النباتية والحيوانية، الخلايا النباتية المتخصصة والخلايا الحيوانية المتخصصة، والانتشار والخاصية الأسموزية. كيف نستخدم المجهر الضوئي؟ العدسة المكبرة: يتم استخدام العدسة المكبرة لتكوين صور مكبرة للأشياء لجعلها تبدو أكبر، ومن هنا جاءت فكرة المجهر الضوئي. نستخدم المجهر الضوئي لتكبير العينات الصغيرة جدا حتى نتمكن من رؤية التفاصيل التي لا يمكن لأعيننا رؤيتها. ويتركب المجهر الضوئي من عدسة عينية، عدسة شيئية، ومنضدة، وشريحة زجاجية، ومصدر ضوء، وضابط صغير، وضابط كبير. من خلال دراستك لتركيب المجهر الضوئي واستخدامه، أجب عن الأسئلة التالية: ما المقصود بالتكبير؟ هو عدد المرات التي يبدو فيها الشيء أكبر. السؤال الثاني: ما السبب الرئيسي الذي جعل العلماء تستخدم المجاهر لتكبير صور الأشياء؟ أحسنتم، تكبير العينات الصغيرة جدا ودراسة أجزاء الكائنات الحية بالتفصيل. السؤال الثالث: ما الجزء المستخدم في المجهر لكل ما يلي؟ الفرع A توضيح دقة الصورة، الضابط الصغير، الفرع B النظر خلال المجهر، يتم النظر خلال المجهر من خلال العدسة العينية، الفرع C مكان وضع العينة على المنضدة. السؤال الرابع: اذكر سببا للتقيد في التعليمات الآتية بخصوص استخدام المجهر الضوئي. لا توجه مرآة المجهر نحو الشمس، وذلك لكي لا يتجمع الضوء بشكل كبير مما قد يسبب الضرر لعينيك. الفرع B تأكد من أن العينة رقيقة جدا لرؤية التفاصيل بداخلها بوضوح. الفرع C اخفض غطاء الشريحة برفق على العينة، وذلك لكي لا يتكون فقاعات هواء. الخلايا نوعان: الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية. الأجزاء الرئيسية للخلية الحيوانية ووظائفها: شاهدوا معي هذه الصورة، وهي تركيب خلية حيوانية نموذجية. وظيفة السيتوبلازم أنه تحدث فيه جميع أنشطة الخلية، مثل إنتاج مواد جديدة، وهو عبارة عن سائل هلامي لزج. الميتوكوندريا هي مصدر الطاقة الرئيسي للخلية. النواة تنظم معظم أنشطة الخلية. والغشاء الخلوي يتحكم فيما يدخل للخلية وما يخرج منها. من خلال دراستك لتركيب الخلية الحيوانية، أجب عن الأسئلة التالية: اكتب وظيفة كل جزء من الأجزاء التالية الخاصة بالخلية الحيوانية. الجزء الأول: النواة، وظيفتها تتحكم في أنشطة الخلية الحيوية. السيتوبلازم تحدث فيه أنشطة الخلية. الميتوكوندريا هي مصدر الطاقة للخلية الحيوانية. الغشاء الخلوي يتحكم فيما يدخل ويخرج للخلية. السؤال الثاني: ما أهمية استخدام غطاء لشريحة فحص العينة؟
يثبت العينة حتى لا تتطاير ويحمي العدسة الشيئية للمجهر من الصبغات. السؤال الثالث، أذكر اسم العضية التي تتحكم فيما يدخل للخلية أو يخرج منها. الغشاء الخلوي. السؤال الرابع، ما سبب استخدام الصبغة عند إعداد الشرائح المجهرية؟ أحسنتم، إظهار أجزاء مختلفة من الخلية وتوضيحها بشكل أدق. السؤال الخامس، ما وظيفة الميتوكوندريا؟ توفير الطاقة للخلية. السؤال السادس، ما الوحدة البنائية في الكائنات الحية؟ تعتبر الخلية هي الوحدة البنائية الأساسية في الكائنات الحية. والآن ندرس معا الأجزاء الرئيسية للخلية النباتية ووظائفها. شاهدوا معي هذه الصورة لتشكل تركيب خلية نباتية نموذجية. السيتوبلازم هو سائل هلامي تحدث فيها أنشطة الخلية مثل إنتاج مواد جديدة. النواة تنظم معظم أنشطة الخلية. الجدار الخلوي ويتكون من مادة صلبة تسمى السليلوز، يوفر الدعم والحماية للخلية النباتية. الفجوة العصارية تخزن الغذاء والماء والأملاح وتساعد في دعم الخلية والحفاظ على شكلها. أما البلاستيدات الخضراء فهي التي تصنع الغذاء للنبات عن طريق عملية البناء الضوئي. من خلال دراستك لتركيب الخلية النباتية أجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول، اكتب وظيفة كل جزء من الأجزاء التالية الخاصة بالخلية النباتية. البلاستيدات الخضراء وظيفتها تصنع الغذاء للنبات. الجدار الخلوي يمنح الخلية الشكل والدعامة. الفجوة العصارية تخزن المواد وتحافظ على شكل الخلية. السؤال الثاني، كيف تساعد الفجوة العصارية على دعم الخلية النباتية؟ أحسنتم، تخزن الفجوة العصارية الماء والأملاح وتدفع السيتوبلازم باتجاه الجدار الخلوي، مما يساعد في الحفاظ على شكل الخلية. السؤال الثالث، انظر الشكل المجاور الذي يمثل خلايا البصل تحت المجهر. حدد على الصورة الجدار الخلوي والنواة. تمثل هذه النقطة السوداء النواة للخلية النباتية، ويمثل هذا الجدار الخلوي. السؤال الرابع، لماذا تكون أوراق النبات خضراء؟ بسبب وجود صبغة الكلوروفيل. السؤال الخامس، ما اسم الجزء أو العضية الذي يصنع الغذاء في النبات؟ البلاستيدات الخضراء. السؤال السادس، ما اسم الجزء في الخلية النباتية الذي يتكون من السليلوز؟ إجابة صحيحة أبنائي، إنه الجدار الخلوي. دعونا نقارن بين تركيب الخليتين الحيوانية والخلية النباتية. نجد أن الأجزاء المتشابهة فيما بين الخليتين هي النواة والغشاء الخلوي والميتوكوندريا والسيتوبلازم. أما الأجزاء المختلفة وهي موجودة فقط في الخلية النباتية، الجدار الخلوي، البلاستيدات الخضراء، والفجوة العصارية. عدد العضيات الموجودة في الخلايا النباتية والغير موجودة في الخلايا الحيوانية. الجدار الخلوي، البلاستيدات الخضراء، والفجوة العصارية. السؤال الثاني، الخلايا النباتية تمتلك شكلاً أكثر ثباتاً وأقل مرونة من الخلايا الحيوانية، وذلك بسبب وجود الجدار الخلوي الصلب في الخلية النباتية الذي يجعل شكلها أكثر ثباتاً. السؤال الثالث، ما اسم العالم الذي وصف الخلايا بهذا الاسم؟ العالم الهولندي روبرت هوك. السؤال الرابع، ما الذي دفع هذا العالم إلى تسميتها بالخلايا؟ ما شاهده روبرت هوك تحت عدسة المجهر كان غرفاً تشبه خلايا النحل. الخلايا النباتية المتخصصة. تختلف الخلايا النباتية عن بعضها البعض في الشكل والتركيب، بحيث يتلائم تركيبها مع وظيفتها، وتتوزع الخلايا المتخصصة في جذور وسيقان وأوراق النبات، ويقوم كل منها بوظائف محددة. دعونا نرى أمثلة على ذلك. الخلايا العمادية وخلايا البشرة، خلايا الخشب، وخلايا الشعيرات الجذرية.
من خلال دراستك للخلايا النباتية المتخصصة، أجب على الأسئلة التالية. السؤال الأول: ماذا يقصد بالخلايا النباتية المتخصصة؟ أحسنتم، أي أن هذه الخلايا مختلفة في التركيب والشكل بما يتناسب مع تخصصها أو وظيفتها التي تقوم بها. السؤال الثاني: ما وظيفة كل من الخلايا المتخصصة التالية؟ خلايا الخشب تقوم بنقل الماء والأملاح من الجذور لباقي أجزاء النبات. خلايا البشرة تحمي ورقة النبات. خلايا العمادية تصنع الغذاء لاحتوائها على عدد كبير من البلاستيدات الخضراء. خلايا الشعيرات الجذرية تمتد بشكل طولي لتعطي مساحة أكبر وتمتص الماء من التربة. السؤال الثالث: ما الذي يميز الخلايا العمادية عن خلايا الشعيرات الجذرية؟ الخلايا العمادية تحوي البلاستيدات الخضراء، أما الجذور لا يوجد بها بلاستيدات خضراء. السؤال الرابع: ما الفرق بين الخلايا العمادية وخلايا الخشب؟ البلاستيدات الخضراء والنواة موجودة في الخلايا العمادية وغير موجودة في خلايا الخشب. السؤال الخامس: اذكر فائدتين لاستخدام الشرائح المجهرية الجاهزة. أحسنتم، التخلص من فقاعات الهواء تحت غطاء الشريحة وتوفير الوقت والجهد. السؤال السادس: ما نوع الخلايا التي تنقل الماء في النبات؟ إنها خلايا الخشب. الخلايا الحيوانية المتخصصة: تمتلك الحيوانات أيضا خلايا متخصصة بحيث يتلائم تركيبها مع وظيفتها، ومن الأمثلة على ذلك خلايا الدم الحمراء، الخلايا الدهنية، الخلايا العصبية، خلايا طلائية مهدبة. السؤال الأول: لخلايا الدم الحمراء شكل مقعر من الجانبين يمنحها مساحة سطحية كبيرة ولا يحتوي السيتوبلازم فيها على عضيات، انظر الشكل. الفرع A: اذكر سبب أهمية المساحة السطحية الكبيرة لخلايا الدم الحمراء لأداء وظائفها. أحسنتم، حتى تتمكن الخلية من نقل أكبر عدد ممكن من جزيئات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون عبر الدم. الفرع B: اكتب قائمة بأجزاء الخلية الحيوانية التي لا تتضمنها خلايا الدم الحمراء. إجابة صحيحة: النواة، الشبكة الإندوبلازمية والميتوكوندريا. السؤال الثاني: ارسم شكلا لخلية طلائية مهدبة واكتب أسماء أجزاؤها. انظر الشكل: أحداب وسيتوبلازم ونواة. وضح كيف يساعد تركيب الخلية المهدبة على أداء وظيفتها. الأحداب المتموجة تتحرك لمساعدة الرئتين على طرد الملوثات والكائنات الحية الدقيقة. الخلايا الدهنية لها أهمية كبرى في إمداد الجسم بالطاقة، فسر العبارة التالية. الإجابة هي لأنها تخزن الدهون اللازمة لإنتاج الطاقة. السؤال الخامس: اذكر اسم الخلايا التي تنقل الإشارات العصبية في جسم الإنسان. أحسنتم أبنائي الطلاب، إنها الخلايا العصبية. اشرح كيف تساعد تراكيب الخلايا العصبية تلك الخلايا على أداء وظيفتها. إجابة صحيحة: التشعبات تمكنها من تجميع الإشارات العصبية من العديد من الخلايا ونقلها إلى خلايا أخرى، وطول هذه الخلايا يساعدها على نقل الإشارات العصبية إلى مسافات طويلة. ما الانتشار وما الخاصية الأسموزية؟ العلاقة الرياضية التالية تربط بين كمية المذاب وكمية المحلول، وهي تسمى التركيز، ويمكن حساب تركيز المحلول بقسمة كتلة المذاب على حجم المحلول كاملة. الانتشار هو الحركة الإجمالية للجسيمات من منطقة التركيز الأعلى إلى منطقة التركيز الأدنى. منحدر التركيز هو الفرق بين تركيزين، لاحظ الصورة التالية الموجودة أمامك، هناك تركيز أعلى وتركيز أقل. الجسيمات تتحرك في جميع الاتجاهات المختلفة ولا تتحرك فقط نحو التركيز الأدنى. من خلال دراستك للانتشار والخاصية الأسموزية، أجب عن الأسئلة التالية: احسب التراكيز الآتية: 30 جرام من السكر مذابة في 100 سنتيمتر مكعب من المحلول. بالتطبيق على العلاقة الرياضية، التركيز يساوي
كتلة المادة المذابة مقسوما على حجم المحلول، 30 مقسومة على 100 وتساوي 3/10 جرام لكل سنتيمتر مكعب. الفرع بي 40 جرام من كبريتات النحاس مذابة في 200 سنتيمتر مكعب من المحلول، أيضا بالتطبيق على العلاقة الرياضية الخاصة بالتركيز التي تساوي كتلة المذاب على حجم المحلول تساوي 40 على 200، والجواب هو 2/10 جرام لكل سنتيمتر مكعب. السؤال الثاني: ما أهمية الانتشار في الخلايا؟ الانتشار مهم في الخلايا، فهو العملية التي تنتقل بها المواد بين الخلايا، بما في ذلك نقل الأكسجين إلى خلايا الدم الحمراء. ما هي المواد التي من الممكن أن تنتقل من داخل الخلية إلى خارجها أو العكس بخاصية الانتشار؟ إجابة صحيحة: غاز ثاني أكسيد الكربون، بعض الأملاح المذابة، والمواد الغذائية المهضومة. والآن دعونا نجد الفرق بين الانتشار والخاصية الأسموزية. الخاصية الأسموزية وخاصية الانتشار: الخاصية الأسموزية هي جسيمات الماء فيها تتحرك من محلول أقل تركيز، يعني يحتوي على المزيد من جسيمات الماء، إلى محلول أكثر تركيز ويحتوي على جسيمات أقل من الماء. أما خاصية الانتشار فهي حركة إجمالية للجسيمات من منطقة التركيز الأعلى إلى منطقة التركيز الأدنى. مثال على الخاصية الأسموزية: امتصاص الماء من التربة. ومثال على خاصية الانتشار: تبادل الغازات في خلايا الدم الحمراء. كيف تعتمد الكائنات الحية على الانتشار والخاصية الأسموزية؟ تحدث الخاصية الأسموزية عبر غشاء شبه منفذ، يكون حجم جسيمات المادة الذائبة في الماء كبيرا جدا بحيث لا تستطيع عبور الغشاء. الخاصية الأسموزية مهمة لحياة الخلايا النباتية والحيوانية. بواسطة الخاصية الأسموزية يدخل الماء من التربة إلى خلايا الشعيرات الجذرية للنبات. تركت 3 خلايا في تراكيز مختلفة من محلول ملح الطعام لمدة ساعة. انظر الشكل التالي الذي يمثل 3 خلايا R و Q و P. حدد نوع هذه الخلايا، هل هي خلايا نباتية أم خلايا حيوانية؟ نلاحظ من الشكل أن هذه الخلايا فيها جدار خلوي، وهذا يدل على أنها خلايا نباتية. الفرع B في بداية التجربة ظهرت جميع الخلايا في الأصل كالخلية Q. وضح كيف حدث الشكل النهائي لكل خلية P و Q و R. الخلية P وضعت في محلول أعلى تركيز من المحلول الموجود في الخلية، لذلك انتقل الماء من الخلية إلى خارجها. الخلية Q وضعت بمحلول له نفس تركيز المحلول الموجود بداخل الخلية، فلم يتغير أي شيء وبقيت كما هي. أما الخلية R كان تركيز المحلول داخل الخلية أعلى مما هو في الخارج، فخرج ماء كثير من الخلية مما جعل الفجوة والسيتوبلازم ينكمشان. السؤال الثاني: يحتوي سيتوبلازم خلية الدم الحمراء على 2/10 جرام لكل سنتيمتر مكعب من المواد المذابة. وضح ما يحدث عند وضع الخلية في محلول ملح تركيزه 1/10 جرام لكل سنتيمتر مكعب. أحسنتم، تنتفخ الخلية. الفرع B: ما سبب حدوث ذلك؟ يتحرك الماء عكس منحدر التركيز إلى الخلية. السؤال الثالث: ما الذي أدى إلى انتقال الماء من التربة إلى الجذر؟ لاحظ هذه الصورة. أحسنتم، يوجد في الشعيرة الجذرية فجوة عصارية كبيرة تحتوي على محلول من الماء والأملاح الذائبة فيه بتركيز مرتفع أكثر مما هو في التربة. ومع نهاية هذا الدرس نتمنى لكم التوفيق والنجاح.